ورواد العمل الطلابين. أما الآن فاسألوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. وجمال سليم قيس عدوان ومحمد الحنبلي ومازن فقهاء كلمة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية. فليتفضل الأخ ممثل الكتلة الإسلامية على بركة الله. الشيخ أحمد الياسين.